الرئيس الجزائري وفي كلمته أكد أيضا على ضرورة ضمان مشاركة قوية للاتحاد الإفريقي في عملية توسيع التعاون الإفريقي الروسي على غرار الشركات الإفريقية الأخرى. نرى بأننا تطوير الشراكة الإفريقية الروسية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التحديات وكذا الطموحات الاقتصادية للدول الإفريقية، لا سيما من خلال الاعتبار بما يلي: أولا، توسيع التعاون الإفريقي الروسي وتجسيد فعلي لجوانبه الاقتصادية وفق رزنامة محددة وتقييم ما جرى تطبيقه من اللقاء الأول، لقاء سوتشي 2019. ثانيا، ضمان مشاركة قوية للاتحاد الإفريقي في هذه العملية على غرار الشراكات الإفريقية الأخرى. ثالثا، حفظ ودعم القواعد الأساسية التي تحكم المجتمع الدولي وتعزيز تعددية الأطراف وإصلاح مجلس الأمن الأممي لإنهاء تهميش إفريقيا.